2018 بداية 2018 وقفت عن شغل اكسسوارات. كان السبب اني حسيت حالي تعبانه وبفتره هاي حاسه جسمي مو مساعدني، فحكيت اخذ بريك واخذ راحه عشان ارجع ابلش من جديد بقوه اكثر. بعدين الفتره هاي طولت، صرت احس حالي عم بتعب بزياده وما في حل اني عن جد اشتغل هذا الشغل. بشهر 4 2018 حسيت بشويه تعب، وبعدين بشهر 6 انضلتني مصره اني لازم ارجع دكتوره وافحص، مع انه احنا ما في بالعيله عندنا اي سجل مرضي للمرض او حتى بممارساتنا الطبيعيه انه عمرنا سمعنا عن كلمه شيء بخوفنا من الموضوع كله. فحصت عند دكتوره اخصائيه بالموضوع مفروض، وللاسف كان الفحص خاطئ والتشخيص خاطئ، واضطريت اعمل عمليه بسبب تشخيص خاطئ. كان الموضوع خاطئ لانه الدكتوره للاسف شخصتني انه هاي بابالوما، وهي عبارة عن تلول موجود بقناة حليب، وإنه إحنا بس بحاجة لأن نشيله. بالمرحلة هاي أنا اطمنت وحكيت الموضوع ما بيخوف، بنعمل العملية وبخلص من الموضوع وبمشي الأمور تمام. بعد يومين من العملية نادتني الدكتورة وقالت لي حنين أنا بدي أحكي لك إشي. حكيت لي حنين الكتلة اللي استأصلناها كتلة غير حميدة وما بتبشر بخير. أنا أول سؤال سألتها هي إيش يعني؟ حكت لي يعني يمكن نضطر نعمل فحوصات كمان، نعمل كمان عملية جديدة. حكت لي دكتورة أو ممكن يكون كانسر. أنا وقتيها حكيت خلص يعني اللي ربنا كاتبه الحمد لله رب العالمين خير. مرحلة الشهر هاي كاملة أهلي أمي وأبوي ما كان يعرف إيش عن الموضوع، ما حكت لهم ولا كنت بقدر أحكي لهم. والسبب إنه كانت بالمرحلة هاي خالتي مكتشفين عندها إلهم شهرين كانسر بالمرحلة الرابعة ومنتشر بجسمها وما في أمل في العلاج. مرحلة علاجي كلها كنت كل يوم أفكر متى بدي أبلش مشروعي، متى بدي أوقف على إجري وأرجع أبلش من جديد. بعد كل جرعة كيماوي كنت أحكي الجرعة اللي بعدها رح أكون أقوى، أنا ما رح أستنى الكيماوي يخلص عشان أبلش الحلم اللي أنا كنت بحلم فيه. لكن رغم كل هذا كان في مرحلة بحاجة جسمي إنه يرتاح فيها، وكان فعلاً لازم أعطي الحق لجسمي إنه يرتاح. مرت مرحلة العلاج وبعد كم من شهر لحسيت حالي إني أنا هلأ صرت قادرة إني أوقف على إجري. رجعت مسكت ورقة وقلم وكتبت من جديد إيش لازم أكون وكيف لازم أبلش. هاي كانت أول قطعة اشتغلتها، كانت من كوليكشن عمان. البترن هون المرسوم اللي هو عبارة عن البيوت عمان، أخذته وعملت منه بترن واشتغلت فيه قص ليزر. وكان الفكرة من هاي القطعة إنها تكون تنورة بتنلبس لمحجبات وغير محجبات، ممكن المحجبة تلبس تحتيها تنورة تول ناعمة، وبنفس الوقت هي قطعة دبل فيس يعني بقدر ألبسها على اللون هذا أو حتى على اللون الثاني، وتكون خيطتها مرتبة من الجهتين. بعديها أنا ظلتني ماشية بكوليكشن الكاجوال وظلتني أشتغل، عملت ثلاث نحكي مجموعات كانوا قطع كاجوال كليتهم، وبعدها قررت أني أدخل على السهرة. فكان أول قطعة سهرة بعملها اللي هو الفستان هذا المعروض هنا. كنت كل مرة أحب الكوليكشن يكون في فكرة ماخدها من اسم الكوليكشن وواضحة في كل قطعة. فمثلاً هاي القطعة اللي هي عبارة عن عباي كان من كوليكشن موج، فكنت عم بطبق هنا فكرة بالتطريز تكون بسيطة بنفس الوقت تعطي حركة للقطعة وبتشبه الموج. أنا في كلمة بضل أحكيها وحكيتها أول ما عرفت إنه عندي كانسر، الحمد لله إنه سرطان. ليه؟ لأنه كلمة سرطان عند الناس إشي كتير بخوف، ويمكن رب العالمين بيختار الناس اللي يكون يصيبهم بهذا المرض. وبنفس الوقت العلم عم بتطور وفي علاج للمرض، وهيك فكرت بالطريقة إنه أنا أي إشي في الموضوع هعتبر إنه هو سرطان
وحدور على العلاج تاعه وحتغلب عليه. حنين اهلا وسهلا فيكي مجددا، ويعني سعيدين جدا بوجود حضرتك معنا. كنت عم تحكي لي قبل ما نطلع على الهواء انه اصدقائك حكوا لك انه اطلع على رؤيا احكي عن قصتك من زمان، يعني صار لهم فتره عم بحكوا لك، بس انت حكيتي لما يجي الوقت المناسب رح اطلع ورح احكي قصتي. ليش هلا قررتي انك تحكي قصتك هلا بهاي الفتره، وليش قررتي يعني بهاي الفتره الزمنيه تحديدا؟ تمام، أول إشي بدي أحكي عن فكرة ليه أنا قررت أشارك قصتي كناجية من سرطان الثدي. أول ما عرفت عن حالي أني أنا عندي سرطان وخاصة سرطان ثدي، كنت كتير حريصة أنه ما حدا يعرف على الموضوع. يعني كنت أعامله كأنه سر، ما حدا يعرف على الموضوع، وحتى لو حدا عرف أنه عندي كانسر ما أحكي إيش عندي. ليه؟ ممكن خجل. أعتبر أنه إشي يعني ما لازم أحكي عنه. نعم. كوني أنا بنت. فبعدين كنت أدور على بنات حوالي، وكنت أفكر إنه قد ممكن في فعلياً بنات عندهم وأمهات عندهم هذا المرض اللي هو سرطان الثدي وما حكت عنه، وقد هي حريصة إنها ما حدا يعرف عنه. فأنا قررت أشارك قصتي كونه الموضوع كونه مش بإيدك، فهو مش إشي تخجل منه. نعم. فعلياً أنت بالعكس لازم تحكي عنه ولازم تتعامل معه كأنه إشي عادي، مش إشي الواحد يخجل منه. وقررت أشارك تحديداً بهذا الوقت لأنه أنا بعد ما تخطيت هاي المرحلة كلها أنا بقدر وأنا قدرت. أنا حكيت، كنت وقلت إنه أنا رح أقدر ورح أوصل، وأنا هلأ الحمد لله بعد سنة قدرت ووصلت للبدية. الحمد لله حبيبتي، إن شاء الله دائماً توصل للي بدك إياه وتكوني معافاة وسالمة. حكيتي بموضوع التشخيص، احكي لنا أكثر عن تفاصيل التشخيص، ما الخطأ اللي حدث فيه أو كيف استقبلتي موضوع التشخيص؟ بالبداية زي أي حدا ما في بعيلته موضوع الكانسر، متوقع إنه لو عانى من كتلة في الثدي أو شكى من وجع ما يخطر على باله كلمة كانسر، خلص احنا من بعد تفكير عن الموضوع. نعم. ففعليا انا تشخصت خاطئ لاني انا رحت عند ممكن الحد الغلط، شخصني من غير صورة اللي هي صورة الماموجرام اللي بتشخص فعليا التشخيص الصحيح او بايوبسي. فكان التشخيص عبارة عن فحص سريري او فحص يعني ما بعطي النتيجة الكافية، وانا اعتمدت على هذا الفحص واكتفيت فيه، واخذت القرار بناء على قرار الدكتورة انه خلص نعمل عملية ونستأصل هاي الكتلة من غير ما نفحصها. ففعليا انا يعني حبيت احكي في هذا الموضوع عشان انبه كل حدا، لا تخاف انك تفحص ماموجرام، لا تخافي انك تفحصي ماموجرام، ولا تخافي انك تروحي تعمل الصورة. فعليا لازم الوحدة يعني ما تركن على جواب اللي بيطمنها، لا اطمني وانت شايف الموضوع كامل وانت معك النتيجه كامله، خذي قرارك على بينه. نعم، مثل ما حكيت حنين هو الموضوع بخوف، يعني في نحن سيدات على مدار هالاعوام كنا نسمع بتحكي انه انا ما بدي اصور، ولو كان عندي اي شيء لا سمح الله خلص ما بدي اعرف، اللي كاتبه الله راح يصير، واذا بدي اموت راح اموت لما الله يكاتب لي، ما فيش حدا بموت ناقص عمر، هي حياتي وهذا اللي الله كاتب لي اياه، ما بدي حتى اولادي يعرفوا، ما بدي حتى انا اني اعرف. شو رايك بهاي الفكره؟ انا بعتبر جسمي امانه، وجسمي دايما بعامله انه هو امانه لازم احافظ عليه. فانا ما بصير يعني لما اشوف إشي قدامي واقع مكسور ما بمشي عنه بضلني كانه مو موجود وبنجرح منه وبحكي عادي الجرح بيلتئم، لا انا بمسك هذا الإشي وبروح بتاكد منه اذا هو بجرح او لا بالاول وبفحصه. ففعليا يعني احنا لازم نتعامل مع الامور بواقعيه. الكشف المبكر نسبه العلاج للحالات الاولى 98%، فهو فعليا يعني هو الحياه يعني. نعم، بالعكس الوحده ما لازم تخاف ولازم تفحص. ان شاء الله يا ربي يكون هذه الرساله قادر توصل لكل انسانه عم تسمعنا. وطبعا اليوم يعني انا عم بلبس كمان قطعه من قطعك المميزه اللي شفنا حتى خلال التقرير كنت عم بتقومي بتصميمها، فحتسينا اكثر عن الفعاليات اللي عم بتقومي فيها كمصممه ازياء خلال شهر اكتوبر لحتى كمان ترفع التوعية بما يخص الكشف المبكر، وأيضا جزء من ريعك كمان رح يكون مقسوم لجهة معينة، مزبوط؟ بالبداية حابة أحكي عن قطعة لبسها غادة اللي هي صممتها بنقطتين. النقطة الأولى إنه استخدمت فيها التطريز اللي هو بالنسبة إنا إحنا بالوطن العربي هو الفخر اللي بذكرنا بالتراث تاعنا، فهو فعليا يعني إحنا لازم نفتخر كناجية من سرطان الثدي، بفتخر إني أنا مريت بالمرحلة هاي
وهذا الإشي بذكرني في التطريز إنه هو إشي شعور فخر، يعني أنا بس ألبسه بكون بفتخر فيه فبذكرني فيه. والشغلة الثانية اللي هي إنه فعلياً أنا بحب أشجع كل سيدة وكل فتاة إنها تفحص وما تخاف من الفحص، وبناء على هذا الحكي رح يكون هذا الفيست اللي لبسته غادة حيكون جزء من المبيعات تاعته تبرع لمركز حسين للسرطان إن شاء الله. ان شاء الله. جميل جدا حنين، يعني فكره يعني فكره الحياه كنت عم تحكي انه هاي هي الحياه، انه الست تتاكد انه ما عندها شيء وتتاكد انه امورها تمام، لانه هاي هي الحياه. وهذا الشيء كنت عم تحكي عنه انه كان فخر بالنسبه لك انك مرقتي في هاي المرحله. يعني حضرتك ما شاء الله مهندسه صناعيه ومصممه ازياء كمان، وكان في عندك اعمال كمان انتبهت لها في التقرير، اعمال اخرى مش بس بتصميم الازياء. فانت كنت عم بتقاومي وكنت عم بتحاربي، ومش بس هيك كنت ايضا عم تنجحي وكنت عم تتفوقي ايضا في المجالات. يعني كثير في سيدات بجوز او بنات عندهم حلم معين بجوز تصميم ازياء، ولكن وما عندهم تحديات كبيره مثلا صحيه مثل التحدي اللي كان عندك، ومش قادرين انهم يبلشوا، ولكن كان عندك تحدي صحي وتجاوزتي وايضا كملتي ما شاء الله عليكي. فشو السر في القصه؟ شو بتحكي للسيدات؟ كيف قدرتي تكملي؟ فعليا زي ما حكيت يمكن في التقرير انه انا اول ما عرفت انه عندي كانسر حكيت الحمد لله، يمكن ناس كثير استغربت وانا حكيت فعليا الحمد لله انه كانسر، لانه فكره كانسر يعني انه هو مرض له علاج تمام، وفي امراض كثير ما لها علاج، لكن بنفس الوقت هو تحدي جديد. ففعليا الانسان يعني طالما هو اخذ الموضوع على انه مشكله وعم بدور لها على حل بقدر ينجز فيها ويتخطى هاي المرحله. وكنت حاطه لحالي انه انا فعليا انا حاطه لي طموح خلال العلاج وبعد العلاج ايش راح اعمل. فمشان هيك انا ما عضلتني استنى مرحله انه يحكوا لي انت ناجيه خلص انت هلا بتقدر تطمني وتبلشي حياتك عادي، لا انا فعليا انا بلشت من اول ما حسيت جسمي اخذ راحته وارتحت لفتره العلاج وقفت على اجري وقررت اني ابلش. ففعليا كل وحده فينا لو مرت بمرحله صعبه مجرد هي قرارها منها أجا إنها بتقدر تبلش، هي بتقدر تبلش وبتقدر تعمل أكثر من هيك. الدعم النفسي خلال مرحلة العلاج قد ايه مهم من الأشخاص اللي حواليك، من المركز، من الناس اللي بتعاملوا معك، سواء المقدم العلاج أو سواء الأشخاص التانيين؟ أكيد أول إشي بدي أشكر أهلي، اللي أكيد يعني الواحد المحطة الأولى إله دايماً أهله وبيته، هو اللي بيحتويه وهو اللي بيحضنه فعلياً. يعني هو المكان اللي بيحسك إنه أنت مر إنسان مارق مرحلة صعبة، لكن مو إنسان عاجز، مو إنسان مريض بمعنى إنه أنت ما بتقدر تعمل إشي. هذا كتير بيرفع المعنويات، هذا كتير بيقوي الواحد. المكان العمل إذا كان داعم إلك برضو كتير بيقوي. مركز الحسين نتوجه لهم بالشكر على عن جد، يعني كادر رائع جدا ما بيقصر، عنده دعم نفسي كتير عالي للمريض. ففعليا يعني الإنسان بعد كل هدول كلهم هو بيدعم حاله، لازم الإنسان يدعم حاله ويحس إنه هو فعلياً هو الداعم الرئيسي لحاله. أنت ما تحس حالك إنه أنت إنسان عاجز، أنت مرحلة صعبة رح تمر فيها أكيد. نعم 100%. حنين الحمد لله على السلامة دائماً، وشكراً لوجودك، شكراً كمان مرة لجرأتك بالطرح القصة، وأهلا وسهلا فيك دائماً. نتمنى إنه هاي الرسائل اللي حكيتيها توصل لأكبر عدد ممكن من الفتيات والسيدات. نعم شكراً جزيلاً كمان على هذه القطعة المميزة. حبيبتي غادة أنت دائماً مميزة. الله يسعدك. يسعد صباحك.